هاي مرحبا بكم وأسعد الله أوقاتكم وأهلا بكم ضمن هذا الموعد المتجدد والذي يجمعنا بكم للاطلاع على جديد الصحف الصادرة هذا الصباح، والتي نبدأها ونستهلها كالعادة بجديد الصحف الجزائرية التي نبدأ قراءتها بصحيفة اللقاء. صحيفة اللقاء التي عنونت صفحتها الأولى التماس عقوبة الإعدام في حق ولطاش. لوح أكد أن القضاء مستمر في مكافحة ظاهرة العدالة عالجت 5000 قضية فساد منذ 2013. روروا ينتصر على منافسيه ويضرب بقبضة من حديد. طلبة الصيدلة المضربون ينظمون مسيرة بتيزي وزو. نتحول إلى صحيفة الخبر التي عنونت صفحتها الأولى قسنطينة تحت الحصار، داعش يتبنى عملية باب القنطرة. النائب العام يكشف عن السبب الرئيس لاغتيال العقيد التونسي، الإعدام في حق شعيب ولطاش. سابقة أصابت بلدية سيدي سليمان بصدمة، مواطن يضرم النار في مير بتسمسيلت. نتحول إلى صحيفة الجزائر الجديدة التي عنونت صفحتها الأولى أيضا لوح يحذر من شراء الأصوات الانتخابية، كشف عن تسجيل 5000 قضية فساد منذ 2013. إطلاق قرض سندي بدون فوائد في أفريل. بدوي يدعو للحذر ويؤكد أن الجزائر مستهدفة. قايد صالح يؤكد من قسنطينة على القدرات القتالية العالية للجيش. في الجزائر الجديدة نقرأ دائما دربال يجب تجند الجميع من أجل مشاركة قوية في الانتخابات. نتحول إلى صحيفة البلاد التي عنونت صفحتها الأولى سنقاضي كل من يستغل المال لشراء أصوات الناخبين، قال إن القضاء ليس وحده المسؤول عن مكافحة الفساد. تصريح إذن لوزير العدل الطيب لوح. في صحيفة البلاد نقرأ أيضا إجهاض عملية انتحارية في قلب مدينة قسنطينة، وروراو ينتصر على منتقديه والجمعية العامة تطالبه بالبقاء. نتحول إلى صحيفة التحرير التي عنونت صفحتها الأولى الداخلية ترفض ربطها بموعد الانتخابات التشريعية، أوامر للولاة باقتطاع قفة رمضان من ميزانية 2017. في عنوان آخر لصحيفة التحرير نقرأ الاعتداء الجبان لن يقلل من جهازيتنا للتصدي للإرهاب. نتحول إلى صحيفة الموعد اليومية التي عنونت صفحتها الأولى النائب العام يلتمس عقوبة الإعدام في حق ولطاش. قال إن هدف الإرهاب إرجاع الجزائر إلى الوراء. بدوي أجهزة الأمن جاهزة للرد على أي اعتداء. القانون سيطبق على من يحاول شراء الأصوات. دعا الجزائريين إلى المشاركة بقوة في التشريعيات تجنبا للفتن الداخلية والخارجية. الطيب لوح يقول أن القانون سيطبق على كل من يحاول شراء الأصوات. في الصحف الجزائرية الصادرة باللغة الفرنسية نقرأ في لوجور دالجيري ولد عباس لم أجبر أي وزير لتقديم ملف ترشحه، عودة ملحوظة للاستثمار في قروض الأنساج. كانت هذه مشاهدين أهم ملفات الصحافة الجزائرية، ولعلكم تتبعتم مسار حديث وزير العدل الطيب لوح الذي يتحدث فيه عن معالجة القضاء لخمسة آلاف ملف، أقول 5000 ملف لملفات الفساد. أرجو أن لا يكون وزير العدل الطيب لوح يتحدث عن ملفات فساد السلع في المتاجر، لأن الأمر يتعلق بخمسة آلاف ملف للفساد، بالإضافة إلى إشارته أيضا إلى أن العدالة تتبع مستعملي الأموال في الحملة الانتخابية. معنا من الجزائر حسن عريبي البرلماني عن حركة العدالة والتنمية.
حسن عريبي، مرحبا بكم. كيف تقرأ تصريح لوح المتعلق بمكافحة الفساد، والذي يريد فيه أن 5000 قضية فساد عولجت على مستوى المحاكم الجزائرية والقضاء الجزائري منذ سنة 2013؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تابعت تصريح السيد وزير العدل وهو يتكلم على الكم الهائل الذي تعالج في العدالة الجزائرية دون أن يذكر تلك الملفات التي عالجتها العدالة الجزائرية. لكن نحن نعرف في الوطن العربي وفي العالم الثالث على وجه التحديد أن العدالة لا تزال حبيسة الهاتف تقول كلمتها ما لم ترجع إلى الوصية، لأن القاضي لو يقول كلمته وفقا للقانون وضميره ويخالف رأي مرجعيته فسوف يعاقب وسوف يحول إلى أقصى نقطة في البلاد. ذلك أن العدالة الجزائرية هي اليوم أمام امتحان حقيقي. إذا رجعنا إلى الدستور ووجدنا أن ويكرس حرية التعبير وحرية الرأي وإبدائها، إلا أن في بلادنا لاحظنا مؤخرا أن رئيس ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أبو يحيى الذي افتخر وتباهى بأنه أصدر تعليمة تقيد حرية مواطن من التنقل داخل التراب الوطني، وقال بملء فيه حتى وإن كان هذا الأمر خارج عن القانون. أيعقل في دولة القانون ويتكلم رجل يمثل مؤسسات الدولة بل يمثل رئاسة الجمهورية، وأعتقد أنها هي ثاني مؤسسة بعد الدستور، ولا تتحرك العدالة؟ هو كذلك حسن عريبي. في بلادنا حسن عريبي، لو كانت العدالة حرة في بلادنا لتحرك النائب العام مباشرة، وأن يتبع أحمد أبو يحيى على هذا التصريح الذي يعتبر كالأفعى السامة، إن تركها سوف تعم على كل المجتمع الجزائري. نتحدث عن ملفات للفساد، فيما تتحدث أنت عن عدالة شاملة تشمل مكافحة الفساد، تشمل الحقوق والحريات. أشرت إلى موضوع يتعلق بحقوق الأفراد وحريتهم، كما حقوق الجماعات في ممارسة بعض الحريات، مثلا كالمسيرات التي تقمع. أين موقع العدالة من تعامل بعض الأجهزة الأمنية مع هؤلاء في الوقت الذي نتحدث فيه عن عدالة حرة ونزيهة ومستقلة؟ بلغني أنه بعدما قيد علي بالحاج مؤخرا وبعد قرار أحمد أبو يحيى من منعه أن يخرج خارج الجزائر العاصمة، بلغني وكما رأيناه على شبكات التواصل أنه قصر من رجله، وسمعت أنه التجأ إلى الطبيب الشرعي وأعطاه 30 يوما. الطبيب الشرعي أعطاه 30 يوما وأثبت أن هناك قصر في رجله. ثم بعد ذلك سمعت أنه التجأ إلى العدالة التي يتشدقون بها، ولكنه لم يستقبل لكي يبلغ مظلمته. أين هي العدالة يا عباد الله؟ لكن أقول إن المرحلة أو القادمة لا شك من أنها ستتغير، وسيثبت التاريخ أن العدالة الجزائرية ليست بعدالة، هي رهينة الإشارة، هي رهينة الهاتف. لا يمكن أن نسميها عدالة أنها تعالج الملفات. للأسف الشديد في الدول المتقدمة رأينا
يتحدث حسن عريبي، ما هو موجود أن تكون عدالة. حسن عريبي يتحدث وزير العدل الطيب لوح عن ملفات الفساد، ويتحدث أيضا عن متابعة المتهمين أو مشاريع المتهمين باستعمال الأموال لشراء مواقع في القوائم الانتخابية. هل هذا التصريح في قراءتك يعتبر نية سليمة لضمان نزاهة هذه الانتخابات؟ ثم فيما يتعلق بملف المقارنة الذي أوردته حاليا، أين موقع القاضي الأول في البلاد في الجزائر من هذه العدالة الهشة؟ أنا أعتقد أن هذا الكلام السيد الوزير للأسف هو كلام استهلاكي لا قيمة له على أرض الواقع، والشعب الجزائري وكل الملاحظين جد يكون ذلك، لأن الذين صعدوا إلى مجلس الأمة بالشكارة وبالأموال وبالمال الفاسد، خاصة المال الذي هرب من الخزينة العمومية من قوت الشعب الجزائري، تشترى بعد ذلك في الذمم ليكون في مجلس الأمة ووزير العدل وكل العدالة وكل المسؤولين يعلمون بذلك. أين هي العدالة يا أستاذ حينما نتكلم على العدالة؟ ما لم تكن العدالة راسخة في المجتمع تطبق القانون، الناس أمامها سواسية كأسنان المشط. للأسف الشديد لم نصل إلى هذه المرحلة. شكرا حسن عريبي، كنت معنا من الجزائر وناقشت أهم ملفات الصحافة الجزائرية الصادرة هذا الصباح. نتحول إلى الاطلاع على جديد الصحافة التونسية مع غفران الحسيني من تونس. غفران، مرحبا بك. أهلا زميلي عبد السميع، أحييك وأحيي كافة السادة المتابعين. نستهل جولتنا في الصحافة التونسية الصادرة اليوم بالخبر الذي لا زال يثير حبر الصحف التونسية، وهو التحوير الوزاري الأخير الذي قام به رئيس الحكومة يوسف الشاهد، حيث عنونت صحيفة الشروق ضجة التحوير الوزاري وخفاياه إعادة ترتيب البيت السياسي. كتبت الصحيفة أنه قد استحق البريكي الإقالة فأقيل، هذا ما أكده يوسف الشاهد، لكن متساءلت الشروق هل الإقالة تتعلق فقط بشخص الوزير أم هي رسالة إلى اتحاد الشغل؟ وإن صحت الفرضية الثانية فهل إنها محاولة لإعادة الاتحاد إلى حجمه أم تحرير لسياسة الحكومة؟ فإقالة عبيد البريكي كانت بسبب حياده عن النواميس المعمول بها في الحكومة، هكذا كان تبرير رئيس الحكومة بأن إقالة وزير الوظيفة العمومية هو تبرير معقول ومقبول إذا وضعناه في إطاره، لأن يوسف الشاهد لم يعبأ بقوة الاتحاد ولا بأهميته في الحزام الحكومي والمشهد السياسي العام. فلو كان العكس لتفادي إقالة البريكي أو لعادل إقالته بإقالة عادلة إقالته بإقالة وزير التربية ناجي جلول بعد أن صارت نقابات التعليم مصرة على تنحيته، اعتبرت الصحيفة في تحليلها أن هذا يعتبر تحديا للمنظمة الشغيلة، يتضمن رسالة أولى قوية وهي أن الحكومة تظل فوق الجميع، وأن الاتحاد لا يملك حق التدخل في توجيه الحكومة وفرض إملاءاته عليها عبر إقالة وزير أو إلغاء قانون أو تغيير سياسات. واعتبرت الصحيفة أن هناك إعادة لقراءة وثيقة قرطاج حسب اتحاد الشغل الشريك السياسي، وهو طرف في حكومة الوحدة الوطنية، استنادا إلى توقيعه على وثيقة قرطاج التي رأى فيها الاتحاد أن الحكومة قد حادت عن مضامينها. نتحول الآن إلى صحيفة الصباح وفي ذات الموضوع الذي يهيمن على أبرز العناوين، من التصعيد إلى التهدئة، هل تغير موقف الاتحاد من التحوير؟ هكذا تساءلت الصحيفة في صورة تصدرت الصفحة الأولى، كان فيها رئيس الحكومة يصافح نور الدين الطبوبي الأمين العام لاتحاد الشغل، ونقلت على لسانه اعتباره أنه بعد لقائه برئيس الحكومة أن صوت العقل
سيتغلب على في الأخير، وأن تونس لا تحتمل أي توتر جديد، ولا بد من تغليب روح المسؤولية العالية من جميع الأطراف. هذا التصريح حسب الصحيفة جاء بعد يوم من اجتماع المكتب التنفيذي الوطني لاتحاد الشغل وبعد لقائه برئيس الحكومة. فهل يعتبر ذلك تغيرا في موقف الاتحاد وذهابا إلى التهدئة والابتعاد عن التصعيد في علاقته بالحكومة؟ ختام صحيفة الصحافة اليوم وفي ذات الموضوع صوت الحكمة، هذا هو المطلوب. كتبت الصحيفة أن تونس لا تحتمل تأثرات جديدة أو توترات أخرى وتبقى دائما منتصرة. هذا جزء من تصريح أدلى به الأمين العام لاتحاد الشغل نردين الطبوبي لوسائل الإعلام بعد لقائه رئيس الحكومة. صوت الحكمة والعقل هو الذي يتغلب في آخر المطاف، وفي الحقيقة كان هناك قبل هذا التصريح الذي جاء يوما بعد اجتماع المكتب التنفيذي نوعا من الانتظارات الأولى كانت تستحث جرعة من التهدئة لإنقاذ الوضع الذي ينذر بالأزمة، ولكن هناك توجس آخر قبل اللقاء بوجود بوادر مواجهة ساخنة بين اتحاد الشغل والحكومة. إلا أن صوت العقل كما قال الأمين العام للاتحاد يجب أن يتغلب، لأن تونس لم تعد تحتمل أي تجاذبات وتوترات جديدة. هذا زميلي تقريبا أبرز ما تناولته الصحافة التونسية التي صدرت هذا اليوم. شكرا غفران الحسيني، استعرضت معنا جديد الأخبار في تونس وليس بعيدا عن تونس وفي المغرب. معنا نبيل عبد اللهوي مراسلنا من المغرب في قراءة لأهم أخبار الصحف المغربية. مرحبا نبيل، وما جديد الأخبار في المغرب هذا الصباح؟ مرحبا بك زميلي عبد السميع وبجميع السادة المشاهدين. أبرز خبر أو أبرز عنوان غطى كل الصحف المغربية هو فرار 7 سجناء من سجن الزاكي بمدينة سلا، ونستغل هذه الجولة اليومية المساء التي تكتب في أعلى الصفحة فرار 7 سجناء من سجن الزاكي بعد شجار انتهى بإصابات خطيرة في صفوف الحراس في سيناريو مشابه لعمليات الهروب من سجون أمريكا اللاتينية. لقد شهدت سجن المحل بمدينة سلا عملية هروب مشابهة لما يحدث في سجون أمريكا اللاتينية بعد افتعال مجموعة من سجناء الحق العام شجارا لاستدراج الحراس والسيطرة عليه بالقوة والتمكن من فتح البوابات الحديدية قبل الاختفاء نحو وجهات مجهولة. في ذات اليومية دائما المفتشية العامة تطارد ثروات قضاة وتحيل مسؤولين على المجلس التأديبي أزيد من 30 شكاية للتحقيق في أملاك قضاة بمختلف المحاكم المغربية أغلبها بتصفية الحسابات. والبنشي دي يطعن في قرار متابعة نشطائه بقانون الإرهاب في تطور مثير لمتابعة عدد من نشطاء حزب العدالة والتنمية بمقتضى قانون الإرهاب. كشف عبد الصمد الإدريسي عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ورئيس جمعية محامون من أجل العدالة الذي يتولى الدفاع عن معتقل الحزب الموقوفين أنه قرر الطعن في البلاغ المشترك بين وزير العدل والحريات والداخلية للمحكمة الإدارية للرباط. نتحول إلى يومية آخر ساعة في صدر صفحتها الأولى وعلاقة بموضوع الفرار، اعتقال رأس المدبر لعملية فرار 7 سجناء بسلا ومنكرات بحث بحق الفارين. هكذا خطط ولد الحوات لتنفيذ الهروب الكبير. في ذات اليومية دائما وعلى خلفية تأخر تشكيل الحكومة دعوات متنامية للمطالبة بمراجعة الدستور في ظل استمرار الأزمة الحكومية. نتحول إلى يومية الأخبار في عنوانها الأبرز كذلك، فرار جماعي لسبعة معتقلين من سجن الأحداث بمدينة سلا، عد مخططا مدروسا واستولوا على مفاتيح الحراس بعد اختلال شجار وهم بينهم وسقوط عصابة الأوتوات التي كانت توثق اعتداءاتها على عابر الجسر المعلق بالسلفي. ووزيرة التضامن والأسرة الحقاوي تخاطب أولى ضحايا التوظيف بالتعاقد، راكم لكم ضيعوا وقتكم، متصرفون مطرودون من التعاون الوطني ينقلون اعتصاماتهم إلى وزارة التضامن بمدينة الرباط. ختاما بيومية أخبار اليوم في أعلى الصفحة تفاصيل هروب صغير لسبعة معتقلين من سجن سلا، لجنة تفتيش من المندوبية العامة للسجون لإجراء بحث إداري حول ملابسات الفرار. وفي عنوانها الأبرز أخبار اليوم تنشر كواليس تنشر لأول مرة عن تعثر مشاورات تشكيل الحكومة، أخ
النوش اقترح استوزاء اتحاد باسم الاحرار للخروج من النفق، لكن الشجر رفض وزرداح قبل لمشاركه الاتحاد في الحكومه، وهذا ما قاله الهمه للامتنان. وشابات المحققين هذه محاكمه سياسيه. تفاصيل حوالي 3 ساعات قضاها الامين العام لحزب الاستقلال في رياضه الشرطه القضائيه في مدينه الرباط. كان هذا اجمالا زميلي عبد السميع اهم العناوين الجائزه التي ملت الصحف المغربيه الصغيره في اليوم، والتي غطاها عنوان فرار 7 سجناء من سجن الاحداث بمدينه سلا. شكرا نبيل عبد اللوي، استعرضت معنا جديد الصحف المغربيه، وللاطلاع على جديد الصحف الفرنسيه معي فتحي اللهوي. فتحي مرحبا بك، وما جديد الصحف الفرنسيه الصادره هذا الصباح؟ اهلا بك عبد السميع، واهلا بمشاهدينا الكرام الى هذا الموعد اليومي لابرز عناوين الصحافه الفرنسيه. نبدا جولتنا لهذا اليوم بجريده لوموند التي عنونت صدر صفحتها الاولى ب بحث حول الانحدار البطيء للرأسمالية الفرنسية. تطرقت فيه إلى العشرية السوداء التي ميزت الاقتصاد الفرنسي وأثرت كثيرا على الشركات والإنتاج المحلي بصفة عامة، وهي الفترة الممتدة ما بين سنة 2007 و 2017، الأمر الذي قلص مستوى الشركات الفرنسية المتداولة في البورصة العالمية من 5% سنة 2007 إلى 2.8% سنة 2017، فيما ارتفعت في المقابل نسبة المستثمرين الأجانب في ما يعرف بالكاك 40 في فرنسا من 36% سنة 99 إلى 45% نهاية سنة 2015. وفي موضوع سياسي عنونت مارين لوبان تحذر المسؤولين. تطرقت فيه إلى حدة وتيرة مارين لوبان زعيمة حزب الجبهة الوطنية تجاه مسؤولية الدولة، حيث حذرت في اجتماع شعبي في مدينة نونت كل المسؤولين والقضاة والإعلاميين من مغبة فتح تحقيقات ضدها وضد حزبها، معتبرة هذه التصرفات انزلاقات خطيرة، وهو ما حدا ببقية المترشحين إلى معارضتها والتشديد على ضرورة تطبيق القانون. ننتقل الآن إلى جريدة ليبراسيون التي عادت إلى موضوع صحي وعنونت اضطرابات الغدد الصماء قاتلة حتى مع النظافة. بينت فيه قرار المفوضية الأوروبية التصويت هذا الأربعاء على منع بعض المكونات الكيميائية التي تعتبر سموما قاتلة، وهي حاضرة في عديد المواد وخاصة مواد التجميل. وفي شأن عالمي عنوت في كردستان العراق الحرية بشروط، أبرزت فيه أن المنطقة التي تتمتع بحكم ذاتي والتي تتمتع كذلك بمساند المجتمع الدولي تعيش حالة من الانسداد السياسي وقمع الحرية والمعارضين، مع تسجيل عديد حالات الاختطاف والإيقاف بدون وجه حق والتعذيب، وهو ما يجعل ملف الحريات وحقوق الإنسان يدفو على السطح من جديد في هذه المنطقة. نختتم جولتنا بجريدة لوفيغارو التي عنونت صفحتها الأولى ب العراق وسوريا الخناق يضيق على الدواعش الفرنسيين. بينت فيه أنه في الوقت الذي تشن فيه القوات العراقية معركة ثانية في الموصل وتحقق تقدما ملحوظا، يتجه الجهاديون الفرنسيون إلى سوريا أين يواجهون بدورهم تضييقات متواصلة، وقد قدر عددهم بحوالي 400 جهادي الذي يبقى خطرهم داهما حسب الصحيفة. وفي موضوع داخلي عنوت فيون يصعد اللهجة من جديد ضد الحكومة في موضوع الأمن. بينت فيه الانتقاد الحاد لمرشح الجمهوريين فرانسوا فيون تجاه الحكومة بخصوص تعاملها مع الأحداث التي تجدت على خلفية ما بات يعرف بقضية يو والاعتداءات على اجتماعات بعض المترشحين، معتبرا المناخ شبيها بحرب أهلية، وهو ما يؤثر على الحملة الانتخابية حسب رأيه، مطالبا الحكومة بضرورة توفير المناخ المناسب لإجراء الانتخابات الرئاسية في أحسن الظروف. كانت هذه عبد السميع أبرز العناوين التي تطرقت إليها الصحافة الفرنسية لهذا اليوم. فيما أشارت إليه الصحافة الفرنسية الصادرة هذا الصباح تملص بين قوسين في يوم من فضائحه المالية وعودته للحديث عن ما يسميه بالأمن في فرنسا، عن تخوفه من بعض السلوكات التي تعيق على حد قوله استمرار الحملة الانتخابية. هل هذا منفذ أو مهرب آخر في قراءتك فتحي لفي يوم بحيث يتملص فيه من التزاماته بالرد عن فضائحه المالية؟
نعم عبد السميع، يعني هو في يوم يمر بمرحلة صعبة في الفترة الأخيرة، يعني بدأت مع فضائحه المالية وفضائحه المتعلقة بزوجته والوظائف الوهمية. في يوم يعني انحدر في عملية صبر الآراء في فرنسا إلى المرتبة الثالثة تقريبا. ضربة قوية أخرى جاءت لفي يوم مع تحالف إيمانويل ماكرون مع بيرو، مع نعم مع فرانسوا بيرو. نعم، يعني هذه قللت من حظوظه. الآن هو يعني يريد أن يعود إلى السطح من جديد وإلى صنع الأحداث، فطبعا المنفذ الوحيد دائما هنا في فرنسا هو منفذ الأمن وتخويف الناس من غول داهم ومن المهاجرين ومن هذه الأشياء التي يلعب عليها اليمين دائما، يعني تعامل معها في السابق عفوا نيكولا ساركوزي ووصل بمقتضاها إلى السلطة، ويحاول أن يستغلها اليوم يعني فرانسوا فيون. هي ورقة طبعا يحاول اللعب عليها، ولكن لا أتصور أنها تنطلي. هو ينتقد الحكومة بشدة في موضوع يعني الأحداث الأخيرة التي عقبت ما يعرف بقضية تيو، ثم يعني هناك بعض الاجتماعات لبعض المترشحين الرئاسيين يعني وقعت فيها أيضا بعض الاضطرابات هنا وهناك، فيعني ضخم الأمر بشكل كبير وقال أن يعني المسألة يعني تقريبا هي نعيش حرب أهلية، هذا غير صحيح، فالمدن آمنة ونحن نعيش هنا ولا يوجد أي شيء من هذا القبيل. فقال هذا تقريبا حرب أهلية، وعلى الدولة أن تشدد الإجراءات وأن تمنع هؤلاء الناس من التصرف بهذه وأن توفر خاصة المناخ المناسب لإجراء الانتخابات الرئاسية. طبعا هي ورقة يحاول أن يعود من خلالها وبمقتضاها إلى تصدر الأحداث السياسية وربما تزيد من شعبيته قليلا، ولكن لا أتصور ذلك باعتبار يعني أن هناك تقدم كبير لإيمانويل ماكرون على حساب فيون الذي كما قلت يعني يبقى رهينة فضائحه المالية المتتالية. نعم، هي فضائح مالية فتحية قد تجعل أيضا من المسؤولين ذوي ذاكرة ضعيفة أو ذاكرة قصيرة، فلم تمر مدة طويلة وكان فيون في الحكومة وكان يعتبر بأن فرنسا من أكثر البلدان أمانا في العالم. طبعا شكرا، كلها تدخل في إطار الحملة الانتخابية التي يجوز فيها قول كل شيء. شكرا فتحي. شكرا لك عبد السلام. نتحول مشاهدينا إلى الاطلاع على الأخبار بصيغة الكاريكاتير. شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.